أهلا بكم. أربع مباريات جرت ضمن الجولة 18 للدوري السعودي. النصر فاز على الهلال بهدف، الاتحاد وهجر تعادلا بهدفين لكل منهما، الاتفاق ونجران تعادلا بهدفين أيضا لكل منهما، والشعلة والفيصلي بهدف في كل شبكة. منذ وقت مبكر احتشدت الجماهير في استاد الملك فهد الدولي في الرياض انتظارا لديربي العاصمة. قبل المباراة كان هناك الكثير، تبعه فهد الشهري. بإذن الله نصراوية إن شاء الله 3-1 بإذن الله إن شاء الله. 3-1 كبيرة بإذن الله إن شاء الله. الهلال ضعيف في خط الدفاع. أنا رد له الهلال اليوم بيعطيهم 5، بتكرر الخماسية إن شاء الله اليوم. اقول لك الميدان يا ميدان ان شاء الله. اكيد ان شاء الله بنشوف. بس النصر امام الهلال مستحيل اخوي، امام اي نادي ثاني صح. اللي تخاف منه في النصر؟ ولا اخاف من شيء، مستانسين. انا الحين جايك من وين؟ مقص الجنوب. اكيد واثق بالهلال انه بيفوز. نقطه ضعف الهلال خط الدفاع. دفاعكم ضعيف؟ لا والله بالعكس، بيوريك من الدفاع اليوم. شوف ياسر، بتشوف بتشوف البرازيلي ويسلي والكوري. واذكرك ياسر القحطاني، ياسر احتياط كيف عزوز عادي بيلعب بيطبونه. الميدان يا حميدان اقول لك غير في النصر، رجعت روحه ورجع تكتيك النصر، رجع تكتيك النصر الاول صدق، رجع روح النصر الاول. والهلال والله برضه كويس، بس نتفائل في النصر اليوم ان شاء الله. النصر يتحسن، لكن اذا جاء قدام الهلال يضيع، يعني ما في امل قدام الهلال يفوز. ليش طيب؟ ما في، يضيعون قدام الهلال، خوف يعني متعة الهلال تضيع النصر. ليش متعة الهلال؟ الحين الوعد باقي نص ساعة على المباراة، وعدنا في النص هذه. بعد الملعب المباراة إن شاء الله. هذا الزعيم لا تبالي، هذا الكبير في العلالي، هذا الذي غلي وغالي، هذا الذي علي وعالي علي. وفي المباراة فوز ثمين حققه النصر على غريمه الهلال، كان له طعم السكر بعد غياب طويل عن ندية الأزرق. وحيد المصري يصف لحظات المباراة. أول ديربي هلال ونصر في 2013. هجوم الهلال يقوده ويسلي وياسر، مع أول حضور للمحترف الجديد البرازيلي دي باولا في التشكيلة الأساسية. النصر يشرك أيمن فاتيني لأول مرة في الديربي، يترك مهمة هز الشباك عند أيوفي والسهلاوي. فارق 8 نقاط يضع الهلال وصيفا والنصر رابعا قبل هذه المباراة. فهل تتغير المعطيات بين كومباريه وكارينيو؟ دقيقتان وباستوس يمر إلى منطقة جزاء الهلال مرة سهلة إلى السديري. التنافس لنيل السيطرة على منطقة الوسط جاء خشنا من غوستافو فنال الصفراء. 13 دقيقة والنصر يصل إلى المرمى، غالب يتخلص من نامي، السديري يتصدى لرأسية أيوفي والعارضة لم تمانع السهلاوي. العالمي سجل أول أهداف في المباراة، المتخصص السهلاوي في مثل هذه المباريات، العالمي بالتصميم يريد العودة على حساب الزعيم. آخر مرة سجل النصر أولا في مرمى الهلال كانت في أكتوبر 2010 في مباراة الدوري التي انتهت بالتعادل آنذاك. سالم الدوسري يكسب ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 20، لوبيز يسدد مرة أولى ومرة ثانية. الحصيلة في النهاية ضربة ركنية، رأسية ياسر تهدد الكرة لا تعدل النتيجة. يبقى القناص صائما عن فك شفرة مرمى النصر منذ 33 شهرا. باستوس يسير دون ما رقيب، تمريرته لم تصل إلى السهلاوي بعد تدخل شهران الهلال الغاضب. ياسر من جديد، هدف دون رد، حصيلة الشوط الأول لمصلحة النصر. هذه كرة منقولة للأمام، ملعبه بالرأس، بالرأس، الله 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 يا ياسر. 5 دقائق بعد استراحة بين الشوطين هداف الدوري يهدر. خطأ من المدافعين. المصري عبد ربه يظهر بتسديدة في المشهد. تصويبة من خارج منطقة الجزاء، تصويبة من حسن عبد ربه. تمريرة بالكعب من الفرج، نامي لا يجد النهاية السعيدة. محاولة هلالية بالكعب ممتازة، محاولة الله. دفاع كارينيو يعاني والموج الأزرق يواصل المحاولات. الحكم يرفض طلب ركلة جزاء في الدقيقة 59 وسط دهشة الدوسري. حسرة هلالية بانتظار جديد كومباريه. القرار إشراك الكوري لي بيونغ سو إلى جانب البيشي قبل 24 دقيقة من النهاية. الكوري يتعثر وتضيع الفرصة في الدقيقة 70. أيوفي أعاد التفكير بالهجوم النصراوي الغائب منذ وقت طويل. حسن الراهب يشارك بديلا للسهلاوي و11 دقيقة تبقى من زمن المباراة. خبرة الشلهوب انتظرها أصحاب القمصان الزرقاء بعد مشاركته قادما من مقاعد البدلاء ياسر ومحمد حسين. قرار الحكم لا جزاء. هذا الكرة وشوف القدم، وشوف القدم مرة ثانية، شوف القدم مرة ثانية، وبالتالي حتى لا نضع يعني أنفسنا. صافرة الألماني تعلن فرحة النصر بفوز انتظره من 3 سنوات. وحيد رزق المصري العربي. وعن هذه المباراة يلتحق بنا الآن من جدة مروان باستوس الدولي السابق المدرب الحالي. كابتن أهلا بك معنا. أسأل أولا كابتن كيف شاهدت المباراة؟ مساء الخير أستاذ بتال، مساء الخير السادة المشاهدين. ما في شك يعني المباراة كما توقعناها بالأمس. يعني أول 10 دقائق كان هناك سيطرة نصراوية، ضغط نصراوي مما أثمر عن هدف في بداية الشوط الأول. بعد الهدف حاول الهلال أنه يرجع للمباراة واستطاع يعني بسيطرة ولكن دون هجمات خطيرة. بالأمانة استطاع مدرب النصر قراءة المباراة بشكل ممتاز. كسب اليوم اللاعب أيمن فاتيني. يعني كان لاعب يعني ما شاء الله كأنه لاعب من سنوات مع الفريق، قدم مستوى جيد. شفنا هدف النصر الأول جاء عن طريق لاعب المحور الكابتن غالب اللي في كل مباراة يقدم الأفضل، واتمنى له التوفيق لأنه ما شاء الله وصل في مرحلة من النضوج يعني نعم. جعلته هو الأفضل الآن كلاعب محور. الهلال يعني لم يستطيع العودة للمباراة أو مجاراة النصر إلا تقريبا في آخر 20 دقيقة من الشوط الأول نعم. هذا يعني ما في سوى كورة فرصة لويسلي أو ياسر القحطاني بالهد، ولم تكن يعني بتلك الخطورة، ما في تلك الهجمات الخطيرة. النصر كان يلعب على المرتدات، وكان الهلال بيحاول أنه يعني ما لقي فرصة في العمق. يعني في كل هجماته اللي كانت بيحاول بتلاقي نعم. تنظيم دفاعي مركز من لاعبين النصر. حاولوا اللعب على الأطراف ولكن أيضا كان الغلبة للاعبين النصر لقوة التركيز اللي كانوا عليه اليوم. نعم كابتن النصر لعب بطريقة جديدة، تكلم عن 4-3-1-2 تقريبا. كان هناك تناوب في وسط الملعب. طبعا ثبات غالب الا فيما نذر في طلوعه سوى في كره واحده اللي هي تسجل منها الهدف بمجهود فردي وعرضيه كانت مثاليه لايوفي وكملها السهلاوي. كان ثبات لايمن، كان تقريبا حريه الحركه نوعا ما كانت لحسني، ولكن ثبات الثلاثه ورجوع تقريبا السهلاوي التناوب نعم. في الرجوع على نص الملعب وباستوس ايضا حريه باستوس وايضا حسني كان في بعض الفترات بيتقدم ولكن نعم. كان السهلاوي وايوفي كانوا مشكلين يعني ثنائي تحس انه متفاهم وشيء مدروس بينهم وهذا نعم. شيء يحسب لمدرب الفريق. نعم كابتن المدرب غامر بإشراك أيمن فاتيني اللاعب الصغير مدرب النصر. والله فيها نوع من المغامرة، ولكن ثقة المدرب يعني هذه ثقة المدرب في اللاعب جعلته يعني يزج بهذا اللاعب اللي يعني أعتقد أنه هو مكسب الآن يعني. جميل. نتمنى أن نرى كثير مثل أيمن في ملاعبنا. جميل جميل. كابتن على مستوى الهلال دخل بتغييرين عن المباراة الماضية، ياسر مكان يو والنامي مكان البيشي، كيف تعلق على هالتغييرين خاصة أنه يعني بالذات نامي واجه يعني خلينا نقول انتقادات واسعة من الهلاليين من المدرج على الأقل؟ والله في هناك يعني استثبت لي استغراب في الزج بنامي. نامي بعيد عن المباريات لفترة طويلة، والبيشي كان بيقدم مباريات بالأمانة بمستوى ممتاز يعني، فأنا استغربنا أنه البيشي لم يشارك من بداية المباراة. يو مهاجم خطير يعني، وياسر في الفترة الأخيرة ياسر لاعب كبير أي نعم، ولكن لم يكن في الفورمة يعني، في مباراة مثل هذه تحتاج للاعب سريع، تحتاج للاعب يعني قوي يستطيع يخلق لنفسه فرصة. ياسر اليوم حتى ما صنع عن نفسه تلك الفرصة اللي نقدر نقول فرصة محققة لهدف. فأعتقد أنه هناك استفهام عن إشراك بالذات نامي محل البيشي. طيب خلينا نتكلم كابتن عن التكتيك. كارينيو كومباريه أظهر الكثير من المفاجآت في كارينيو أظهر كثير من المفاجآت لخصمه في هذه المباراة. كومباريه استوعبها في الشوط الثاني أتوقع، على الأقل أتوقع إنه كان مدرب الهلال كان متوقع أنه النصر كعادته بيلعب ب 4-4-2، ولكن يعني التنظيم الدفاعي المحكم والتركيز على للاعبين النصر هو من أكسبهم المباراة اليوم. الهلال يعني حاول بالأمانة بالفرج المبالغة أحيانا يعني، ما كان هناك خطورة في العمق على العمق الدفاعي للنصر. معظم الكرات يعني كانت في الأطراف، لما ما كانت بتلاقي يعني ذاك التركيز الدقيق اللي بتوصل الكرة للمهاجم عشان يسجل. طيب أنت مدرب كابتن، مدرب فني، لو طلب منك تكتب تقرير عن هذه المباراة تقول فاز النصر للأسباب التالية، عطنا الأسباب يعني بنقاط بواحد. والله يعني نقدر نقول اولا المدرب يعني التواصل الايجابي اللي بينه وبين اللاعبين يعني مميز الان. النصر ومدرب النصر بالذات الشوط الثاني قرأ المباراة ولعب بالتكتيك المناسب للاعبيه واعتمد على الهجمات المرتده. في نقطه هناك استاذ بتال، الهلال الشوط الثاني استلم. خلينا الحين كابتن، خلينا في النصر الان، خلينا في النصر، بنروح للهلال لماذا خسر، لكن نقول في البدايه لماذا فاز النصر؟ نقدر نقول انه تكتيك المدرب والانضباط والتركيز هو سر فوز النصر الان. الانضباط التكتيكي والانضباط الدفاعي اللي كان عليه النصر هو من اهم اسباب الفوز لمباراه اليوم. جميل. لماذا خسر الهلال في الجهه الاخرى؟ الهلال لم يعني يمكن اولا زي ما تكلمنا انه اشراك نامي و يعني مو تنقيصا في ياسر القحطاني، ولكن كان اعتقد انه يونغ كان بجاهزيه اكثر من ياسر في هذه المباراه. تحس انه ما كان عندهم اليوم خيارات. ويسلي لم يكن اليوم في الفورمه، كان بيرجع بزياده عن المعتاد اللي نشوفه. لا تصويب يعني، ما في هناك اي تصويبات او اي خطوره سوى كوره او كورتين. كانت كرة بعرضية من ياسر الشهراني إلى ياسر القحطاني، والأخرى كان هناك نوع من الإرباك في دفاع النصر، وهطف ويسلي كرة وما استطاع يعني، ولكن ما في هنا ديك الخطورة اللي تقول الهلال حيسجل هدف يعني. نعم. جميل. كابتن، نجم المباراة بالنسبة لك؟ والله نجم المباراة يعني اقدر اقول يعني العنزي كان اليوم في هذا. عبد الغني كان قائد بمعنى كلمه قائد في ملعب المباراه. باستوس ايضا يعني قدم مستوى جيد اليوم. من ناحيه النصر. الهلال يعني اعتقد انه الفرج قدم ما يقدر يقدمه اليوم، ولكن يظل النصر هو الفريق الفائز، هو النجم يعني. نعم. كابتن، بخبرتك كلاعب في الملاعب بسألك سؤال وجاوبني يعني بوضوح، لعيبة أي نادي إذا لم يكونوا يريدوا مدرب الفريق أو مدير الفريق أو رئيس النادي، يظهر هذا على أدائهم؟ والله مو في كل الأحوال أستاذ بتال، بس ممكن يكون هذا موجود؟ مو في كل الأحوال ممكن، ولكن هناك أنا أتهيألي هنا يجي دور كابتن الفريق أو قائد الفريق، هو من يقدر يوصل المعلومة هذه للإدارة. أقل شيء يعني لتسير الأمور في المباراة هذه أقل شيء إلى جميل. المستوى الأعلى والشيء يعني اللي يظهر الفريق بصورة كويسة، وبعد كده ممكن إنه طيب. يوضع يعني حل مشكلة إن كان هناك مشكلة بين اللاعبين والمدرب. جميل، ابقى معنا كابتن، سأعود لك، لكن نذهب إلى المدرجات مرة أخرى. بعد المباراة كان هناك حالة حزن وحالة فرح، كيف كانت هذه الأحوال؟ محمد القناص تابع. فوز وألف مبروك للعيبة، وكارينيو صراحة من يوم جاء غير كثير في النصر، وصار النصر يلعب بثقه، مو زي اول كان يخش مباراه ضد الهلال، من قبل المباراه تحس ان النصر اللعيبه هم بينهزمون، هم هازمين انفسهم قبل المباراه، بس اليوم الحمد لله اللعيبه قبل المباراه هم من مباراه التعاون وهم عازمين على انهم يقدمون مباراه. الاداره الهلاليه ما ادري كيف مقتنعه في المدرب كومباريه، يعني من بدايه الموسم هو يخطي اخطاء، يعني اعوذ بالله. والثاني شيء يا اخي الى متى يعني ياسر القحطاني؟ يا اخي ياسر القحطاني انتهى يا اخي، الى متى؟ والله انتهى قسما بالله، الى معطين نفسنا يعني معنويات ياسر بيرجع ياسر من عام 2009 وياسر منتهي يا اخي خلاص، اما تلعبه طببت الكوري جبت لك ويسلي يا اخي، الى الان ياسر فاشل يا اخي، طلع يا اخي. في 11 لاعب في الملعب غير ياسر، 11 لاعب، ياسر هو الاساس، من اللي بيسجل غير ياسر؟ ياسر هو اللي قدام ويسلي طيب خلاص ويسلي سجل، ياسر فاشل، طيب طلع فاشل، طلع ياسر يا اخي. مين البديل؟ البديل يا اخي ما عاد في بديل، ما يحطوا والله النامي بعد افضل منه والله العظيم. طيب انت شفت المباراه 90 دقيقه الهلال ما هو قادر يسجل، المشكله في ياسر بس الحاله؟ لا، المشكله من المدرب، المدرب كل مباراه تشكيله جديده، كل مباراه يحط لنا، اليوم حط لنا 3 مهاجمين، طلع سالم الدوسري دخل يو بيونغ، ما ادري ايش المشكله، المدرب عنده عطل ما ادري ايش، الاداره كلها ما ادري، لازم تغير مدرب. مبروك لكل نصراوي، مبروك للام النصراويه، والنصر اليوم قدم مباراه كبيره، بس الحقيقه زي ما انت شايف كان في النصر في اخر دقائق كان شوي متراجع، نتمنى انه النصر يتقدم عشان يا اخي ما يكون في ضغط على لاعبين النصر. والى تقرير اخر او خاص داخل هذه المباراه، باستوس ولوبيز كان تحت النظر والترقب قبل المباراه واثناء المباراه، كلاهما يلعب خلف المهاجمين، ماذا فعل تحديدا في هذه المباراه وبالارقام؟ الى كابتن مروان بصاص مره اخرى. كابتن يعني بلغه الارقام، ولغه الارقام لا يحبها العاطفيون، لكن بلغه الارقام ويسلي تفوق في كل شيء. عدد التمريرات، عدد التسديدات، على المرمى، حتى في البطاقات هو لم يحصل على بطاقه بينما باستوس حصل. كيف تعلق؟ والله يا استاذ احيانا يعني اللاعب يحصل على بطاقه لكثر الاحتكاك، يعني كثر اوكي. ويسلي يعني هناك ارقام هو المتفوق فيها، ولكن لم تكن بتلك الايجابيه النوعيه، خلينا نقول كابتن يعني خلينا او التاثير ممكن النوعيه، ولكن ويسلي بالضبط. انما ويسلي يا استاذ بتال لما نلاحظ انه ويسلي لما كان بيلعب راس حربه صريح كان بيسجل. الان ويسلي بيلعب خلف المهاجم او خلف راس الحربه، بنشوفه بيرجع للوسط وهو اللي كابتن. هو في فريق الروماني قبل ما يجيب الهلال هو يلعب خلف المهاجمين، يعني بس فتره قصيره لعب في الهلال مهاجم، لكن هو دائما يلعب خلف المهاجمين. الفريق الروماني كان يلعب خلف المهاجمين، هو بيلعب خلف المهاجمين، ولكن نجح في يعني نجح في طريقه او في خانه كان فيها ناجح. ليش انا ارجعه طالما انه اللاعب ناجح وبيسجل لي وبيكسبني مباريات كثيره؟ يعني ويسلي ما يعادل كل مباراه بهدف. الان لما رجع بيلعب خلف المهاجمين ما شفنا يعني خطوره ويسلي، يعني لم نشاهد خطوره ويسلي. صار يعني اعتقد انه بيكون في عليه نوع من الارهاق، يعني الكره الثابته هو بينفذها، الكورنر هو بينفذه، فما صار يعني قل في التسجيل. فاعتقد انه ويسلي لما يكون في كراس حربه صريح وهو او ويونغ او ياسر القحطاني، ويكون خلفهم مثل الفرج او الدوسري او الشلهوب، يكون فعاليه هجوم الهلال اخطر واقوى. جميل. بشكل عام كابتن كيف تقيم اداء اللاعبين؟ طيب بعيدا عن الارقام، بالنظره الفنيه اللي فيها تاثير اكثر من الرقم. اذا قارنا بين باستوس وويسلي هم يلعبون في نفس المكان. والله انا يتهيألي انه كان ايجابيه باستوس اليوم مع النصر اكثر من ايجابيه ويسلي. جميل. طيب ابقى معنا كابتن، سنذهب الى يعني سنستعين بك في ملف المباريات القادمه، لكن قبل ان نختم الحديث عن الديربي، هذه ابرز المشاهدات التي رصدها الزميل مرتضى العلوي. أما بقية المباريات في الجولة أو في اليوم الأول للجولة زينة 18 نتابعها فيما يلي في تقرير معين السواري. رحلتنا مع المباريات الثلاث نبدأها من غرب السعودية وتحديدا من استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة، وفيه صاحب الضيافة الاتحاد يواجه هجر. المستضيف أراد مفاجأة الضيوف مبكرا لتكرار فوز الذهاب، وجماهيره انتظرت فرحة الأهداف طويلا، فمع مرور نصف ساعة سجل عبد الفتاح عسيري هدفا يستحق الانتظار. فرحة لم تدم، الضيوف تكاتفوا، وفي أداء جماعي أنهى عبد الحكمي الكرة في شباك الاتحاد مسجلا هدف التعادل في الدقيقة 37، تعادل لم يرضي أصحاب الأرض، فكانت ركلة الجزاء التي سجل منها البرازيلي بالهدف التقدم من جديد مع نهاية الشوط الأول. هجر أراد الوصول لمرمى الاتحاد فلم يفلح هنا، لأن رد فعل فواز القرني تناسب مع رأسية الجمعان. في الوقت الذي بدأ فيه الاتحاد يفكر في نقاط المباراة، كان للجمعان رأي آخر حيث أعاد الحسبة مجددا، فالمحاولات تثمر أخيرا ويسجل هدف التعادل قبل النهاية بدقيقتين ليتقاسم الفريقان نقطتين. من الغرب نتجه إلى أقصى الشرق، فعلى استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام يستضيف الاتفاق فريق نجران. الاتفاق أراد تحية ضيوفه مبكرا، وربع ساعة كانت كافية لتسجيل يحيى الشهري هدف التقدم للاتفاق. 5 دقائق فقط احتاجها الضيوف لرد التحية فسجلوا هدف التعادل عبر وائل عيان. في الشوط الثاني كانت كرة سلطان البرقان أكثر دقة، والهدف ليس العارضة، لكن اهتزازها أنبأ بهزة ارتدادية تطال شباك نجران عبر هدف علي الزقعان في الدقيقة 80. يبدو أنه يوم الأهداف الجميلة والدقائق الأخيرة، دقيقتان فقط وحمزة الدردور يسجل هدف إنقاذ الموقف ليفرض نجران التعادل على الاتفاق بعد أن كان قد تغلب عليه ذهابا بهدف نظيف. مش ممكن هذه الكرة، مش ممكن هذه الكرة. بعد جولتنا غربا وشرقا نتوقف في محافظة الخرج، وفيها الشعلة يستضيف الفيصلي. الشعلة أراد إحراق الضيوف كما فعل في الذهاب، لكن هنا الحال اختلف بعد أن جاء الهدف، فالهدف جاء من الضيوف بعد مضي ربع ساعة سجل عبد الله المطيري هدف التقدم للفيصلي. هدف الشوط الأول ظل وحيدا، ومع بداية الثاني أراد الشعلة هز شباك الضيوف فهز المرمى بقوة، ومع مرور الوقت وبعد أن كادت الشعلة تنطفئ أعادت الدقائق الأخيرة لها جزءا من وهجها. وقبل نهاية المباراة ب5 دقائق فقط حمل حسن الطير هدف التعادل للشعلة ليخرج الفريق بنقطة، كما هو حال جميع الفرق في مبارياتنا الثلاث، مباريات التعادلات. معين السواري، العربية. وهذه وقفتنا الأخيرة، نتابع بعدها في المرمى وفيه. استكمالا للجولة 18، ديربي القصيم يعد بالكثير بين الشباب والعودة للمنافسة على اللقب الفتح.